معقولة الست دي يتعامل معاها كده؟ الفنانة اللي وصفها الرئيس جمال عبد الناصر بأنها ثروة قومية، ولقبها النقاد والجمهور بسيدة الشاشة العربية، يتعرض عليها عرض زي ده؟ طب ازاي؟ هو ده اللي حصل، لكن فاتن حمامة رفضت العرض، فعاشت أسوأ أيام حياتها، عشان كده ما كانش قدامها حل غير الهروب. خلونا نتعرف على تفاصيل الحكاية دي اللي حكيتها فاتن حمامة في مذكراتها. كتير من الناس بقوا عارفين ان المخابرات المصرية في عهد رئيسها صلاح نصر كانت بتجند الفنانات، ووقع في الفخ ده كتير منهم زي سعاد حسني وشريفة ماهر وغيرهم، وكمان كان جه الدور على فاتن حمامة. اتصل بيها واحد قالت عنه في مذكراتها انه شقيق فنان معروف وكان بيشتغل في هيئة الاستعلامات، وقال الناقد اشرف غريب اللي ألف كتاب عن فاتن حمامة انها كانت بتقصد مرسي سعد الدين شقيق الفنان والموسيقار بليغ حمدي. المهم في الاتصال ده طلب تحديد ميعاد مع ضابط المخابرات اللي قابل فاتن حمامه، وعرض عليها تشتغل مع الجهاز، واداها كتب عشان تتعرف على طبيعه العمل ده، وكلمها عن امن البلد والتضحيات زي ما قالت كده في مذكراتها بالظبط. فاتن حمامه رفضت العرض رفض قاطع، بعد ما قعدت تفكر فيه لمده اسبوع وما نامتش فيهم خالص زي ما بتقول كده، وكمان كلمت أصدقائها المقربين ليها عشان تاخد رأيهم في الموضوع ده، لكن برضو انتهى الموضوع بالرفض إن هو كان القرار. طيب هل الموضوع خلص لحد هنا؟ الإجابة لأ. بدأت فاتن حمامة تتعرض لمضايقات كتير جدا، فنصحها واحد من أصدقائها وهو الصحفي علي أمن بإنها لازم تسيب البلد. بس إزاي هتقدر تعمل كده؟ اللي ساعدها في الموضوع ده كان زكريا محيي الدين اللي كان رئيس سابق للمخابرات وواحد من الساسة البارزين في الوقت ده، وفي نفس الوقت كانت بتربط علاقة أسرية جدا بفاتن حمامة. هربت فاتن حمامة واتخلصت من قبضة صلاح نصر، لكن اتعرضت لحملة تشويه كبيرة جدا هي وكمان جوزها عمر الشريف، وكانت الحملة دي سبب في إقالة سعد الدين توفيق رئيس تحرير مجلة الكواكب اللي سمح بنشر رسوم كاريكاتير بتتهم فاتن حمامة إنها بتجري ورا جوزها عمر الشريف في عواصم أوروبا عشان تمنعه من خيانتها، وفي نفس الوقت عايزه تقلده عشان توصل للعالميه. طيب ازاي رجعت فاتن حمامة لمصر مره تانيه؟ زي ما كان في ابطال لهروبها كان برضو في ابطال ساعدوها ان هي ترجع، وكان على راس الناس دي كوكب الشرق ام كلثوم، والروائي عبد الحميد جوده، والكاتب يوسف ادريس. كل دول حصلوا على رسائل من وزاره الداخليه تطمن فاتن حمامة وتشجعها انها ترجع مصر تاني، وان الظروف السياسيه في البلد اتغيرت، وتقدم صلاح نصر كمان للمحاكمة. الناقد أشرف غريب بيقول إن عودة فاتن حمامة لمصر ما كانتش بعد رحيل جمال عبد الناصر زي ما اتقال قبل كده، وبيقول إنها رجعت مصر في فبراير 1970، يعني قبل رحيل الرئيس جمال عبد الناصر بشهور. وفي مصادر قالت إن الرئيس عبد الناصر طلب منها الرجوع لمصر عبر رسالة اتأسف لها فيها على اللي حصل معاها قبل كده. وفي النهاية رجعت فاتن حمامة مرة تانية ووصلت مسيرتها الفنية، وركزت على الأعمال اللي بتنصر المرأة وبتتكلم عن الديمقراطية.